أعزائي المشاهدين، مساء الخير. خلال يوم أمس جن أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالشمال والوسط، حيث تراوحت الكميات بين 42 ملم بولاية زغوان سجلنا 42 ببير مشارقة، ولاية الكهف بين 1 و4، بين 1 و3 بولاية سليانة، ولاية القيروان بين 1 و25 ملم بالوسلاتية، ولاية القصرين بين 5 و12 ملم، كما سجلنا 2 ملم بسيدي بوزيد. بالنسبة إلى هذا اليوم، تميز الطقس بسحب قليلة بأغلب المناطق في بداية النهار، ثم تكاثف تدريجيا بعد الظهر بمناطق الشمال والوسط، وكانت محلين رعدية مع أمطار متفرقة. والحرارة القصوى تراوحت عامة بين 30 و35 درجة، سجلنا 34 بتونس. هذه الليلة بعض السحب بكافة المناطق، والحرارة تتراوح بين 20 و24 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 18 بالمرتفعات، وبين 22 و26 درجة بالجنوب. بالنسبة إلى يوم الغد، إن شاء الله سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف بعد الظهر بالشمال والوسط، وتكون مؤقتة رعدية مع بعض الأمطار. والحرارة القصوى تكون في حدود 34 بتونس، 28 بقليبية، 33 بنابل، كذلك بزغوان. بنزرت الحرارة القصوى 31 درجة، 34 بباجة، 27 بتبرقة، 35 بجندوبة، 34 بالكاف، 35 بسليانة، 28 بالنسبة إلى تالا. القيروان 37 درجة، 34 درجة بكل من سوسة ومنسير، 32 بالمهدية. سيدي بوزيد الحرارة القصوى في حدود 36 درجة، 35 بصفاقس، 35 بجربة، 35 بمدنين، 36 درجة بجابس. قفصة الحرارة القصوى 36 درجة، 38 بتوزر، 37 كبلي، تطاوين وربادة 36 درجة كذلك بالبرمة، و37 درجة ببر الخضرة. الملاحة والصيد البحري بشمال تونس، تهب الريح شمالية غربية جنوبية غربية من 15 إلى 20 مؤقتا 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب. بالنسبة إلى خليج الحمامات وجهة الساحل، ريح جنوبية غربية فجنوبية شرقية من 15 إلى 20 تصل أقصاها إلى 25 عقدة بعد الظهر، البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. بالنسبة إلى خليج جابس، ريح جنوبية غربية فجنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة تتقوى بعد الظهر من 20 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب بعد الظهر. التوقعات الجوية بالنسبة إلى بعض المدن العربية والأوروبية بنواكشوط، بعض السحب 36 درجة، أغادير سحب قليلة 27، مراكز 35 درجة، سحب قليلة بكل من الدار البيضاء والرباط 28 درجة. طقس صافي بتلمسان 35، أمطار منتظرة في الجزائر 29 درجة، عنابة سحب قليلة 29 درجة. طقس في استقرار بمصر 30 درجة، بنغازي أمطار منتظرة 32 درجة، طقس صافي بالقاهرة 35، اسكندرية 31 درجة مع بعض السحب. سحب عابرة بالمدينة المنورة 39، الرياض 40 درجة مع سحب قليلة، طقس صافي بكل من أبو ظبي والدوحة 41، الكويت 43 درجة مع بعض السحب، طقس صافي ببغداد 41، القدس الشريف 32، سحب قليلة ببيروت 30 درجة. أنقرة سحب رعدية 26 درجة، سحب عابرة بأثينا 31 درجة، بخارس بعض السحب 30 درجة. بالنسبة إلى روما، سحب كثيفة مع أمطار 26 درجة، كذلك ميلانو. ستراسبورغ 25 درجة، سحب عابرة، بعض السحب بباريس 21 درجة، سحب كثيفة مع أمطار بكل من جنيف وليون 25 درجة، تولوز طقس مغيب مع أمطار 24 درجة، طقس كثيفة السحب مع أمطار بفالنسيا 25 درجة، وسحب قليلة ببلباو ومدريد 27 درجة مع طقس صافي. التوقعات الجوية بالنسبة للأيام القليلة القادمة إن شاء الله: الاثنين 16 جوان 2014، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بأغلب الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كم في الساعة، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب تصل إلى 50 كم في الساعة وتكون مثيرة محليا للرمال، البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج جابس. والحرارة القصوى تتراوح عامة بين 28 و33 درجة بالشمال والوسط، وبين 36 و40 درجة بالجنوب. يوم الثلاثاء 17 جوان 2014، يتواصل الطقس ملائما لنزول بعض الأمطار بالشمال ومحليا الوسط، الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب فاشد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في انخفاض. شروق الشمس يوم الغد سيكون في الساعة 4 صباحا و 59 دقيقة، والغروب سيكون في الساعة 7 مساء و 41 دقيقة. أوقات الصلاة يوم الغد الأحد 15 جوان 2014 الموافق 17 شعبان 1435، صلاة الصبح بداية من الساعة 3 صباحا و 7 دقائق، الظهر منتصف النهار و 27 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 4 بعد الزوال 11 دقيقة، المغرب في الساعة 7 مساء و 43 دقيقة، وصلاة العشاء في الساعة 9 مساء و 33 دقيقة. لمزيد من الإرشادات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي موقع الويب
أو بعث إرسالية قصيرة على الرقم 85012. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وتصبحون على خير.